الآن من الإشكالات المعاصرة بين السلفيين أن بعض الشباب السلفيين إذا قال شيخ معين كلمة وقال غيره كلمة أخرى يوجب أن يتبع فلان، فإذا قيل له تعال ننظر في كلامهما حتى يتبين لنا الحق ونأخذ به، قال أنت عندك شبه. أنت عندك شك في المشايخ. طيب هو يقول لك أنت عندك شك في المشايخ، لأننا نتكلم عن اختلاف بين علماء معتبرين. لا، هنا يطلب الحق وينظر بالقواعد الشرعية، ومع ذلك أيضا لا يحمل أحد على أحد. فلا يأتي هذا مثلا ويقول أنت ما دمت ما جرحت فلانا فأنت مجروح، أو يأتي هذا فيقول ما دمت تجرح فلانا فأنت مجروح، بل كل يعلم أن أخا قد اتقى الله ما استطاع. ولاحظوا يا إخوة التفصيل الذي ذكرناه، فهذا الأمر ينبغي أن يعلم وأن تعرف هذه الأصول وهذا التقسيم في مسألة الخلاف، حتى نسلم من الإشكاليات التي يعني فرقت حقيقة الشباب السلفيين من غير مفرق، من غير مفرق، بل هي مسألة اجتهادية لا ينبغي أن يحمل فيها على أحد، ولكن الإنسان من حيث اعتقاده وقوله ينصر ما ظهر له أنه الحق ويقول هذا القول حق، ولكنه أيضا يعذر من قال بالقول الآخر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مما يؤلم القلب أن بعض السلفيين أصبحت قلوبهم تقسو على بعض بسبب مثل هذه المسائل التي دخلها الاجتهاد، وأصبح بعض السلفيين يقسم السلفيين صفين، صف مع وصف ضد، وهذا في الحقيقة أمر غير مستقيم. وبالأمس كان يكلمني أحد الإخوة من بعض الدول فقلت لهم ينبغي في مثل هذه المسائل أن نحفظ لإخواننا قدرهم وحقهم وفضلهم، وأن لا نجعل الأمر على صفين نحن وهم، بل ينبغي أن نكون صفا واحداً